بيني وبينك عبد اللطيف ب 34 80 بأخباره الحالية إيش عنده؟ والله أنا ما أرتاح لهذه الأسعار، خلاص أقول الله يجمل حاله. يعني لما أجي أتفرج على شارة العبد اللطيف، شوف يا رجال فين كنا وفين صرنا، شوف الندي جلس من عام 2017 و2018 و2019 وعام 2020، وبعدين جاء العبد اللطيف بدأ السوق ارتد من كورونا. شوف من فين بدأ ينطلق، بدأ ينطلق من مناطق 12 ريال، 12 و12 24 و12 36. الله الله الله، العبد اللطيف وصل 41 وربع. طيب ايش عنده العبد اللطيف؟ في عنده 3 ريال؟ في عنده ريالين ونص؟ يا رجال اغلى من التعمير يا رجال، تفتح فانا هذه الارقام يا رجال انا ما اتحمل. يعني حتى لو السوق طيب مو طيب، انا لا اثق بشركه يعني اتداول معها بهذه الاسعار. خلاص انتهينا من المقدمه دي، ها هذه المقدمه دي لا تغني ولا تسمن من جوع، هذه حاجه خاصه فيا انا نفسيا. لكن الان نحن نبغى نتكلم فنيا، خلونا نشوف العبد اللطيف. العبد اللطيف استراتيجيا سوى فيلم من عيار ثقيل كده، شايف المنظر ده؟ هذا وي 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 وي، هذا شيء خطير. هذا اخترق مسار هابط تاريخي من عيار ثقيل، خلالك السهم يعني هو في القمة عند الثلاثينات، جاي مدبل مرتين، قام يا رجال من وراء الاختراق ده شوف فين طلع، طلع وصل تقريبا حتى 41 وربع. لو جينا نحن أخذنا الفيبو الإجمالي الكبير هذا، شايف اللي هو من أعلى قمة تاريخية، رسمنا منها الترند اللي كانت عند مستوى 80 ريال. شوف 80 ريال 80 إلى الأدنى، كم الأدنى في كورونا؟ الأدنى في كورونا 8 ريال و10. كده نحن رسمنا الترند ورسمنا إيش الفيبو بكل بساطة بعيد عن التعقيد الفني. شوف ما شاء الله قفل شهر 6 بعد اختراق الترند فوق كم؟ فوق كم؟ فوق 38 فيبو من الموجة الكبرى. جاك شهر 7 حافظ عليها كإغلاق شهري، جاء في شهر 8 السهم الآن بيلعب عند أدنى شهري وتحت 38 فيبو. الآن اللي بينظر للشارت يخاف من إيش؟ أول ما يخطر على باله يقول السهم ده ممكن إيش يسوي؟ هو اخترق، هل بعد الاختراق اختبر؟ ها؟ جاوبني، دردش معايا، دردش معايا، جاوب على أسئلتي، هل بعد الاختراق اختبر؟ لا ما اختبر، ما اختبر. لذلك إيش يخطر على بالي الآن أنا كمتابع فني، طالما إنه تحت 35.5، إنه يا ساتر الله يستر ما يكون هذا النزول يقود، كده أقول يقود إلى اختبار خط الترند المخترق. طيب أين يوجد خط الترند المخترق؟ ترى تعال نحاول ندعم رؤيتنا برضو في أمور فنية استراتيجية. في عندي هنا قاع 2014، شوف هذا القاع في 2014، شايف هذا القاع يا سيد الفاضل من الخطوط العرضية الاستراتيجية المهمة اللي جاء في يوم من الأيام كسروا العبد اللطيف. هذا الخط الاستراتيجي حق 2014 حدود 29-30، في فوقه كمان خط عند 30-30. يعني خليني أقول أنا ما بين 29-30 إلى 30-30 ما أخشى اختباره في العبد اللطيف الآن، ما داموا تحت كم؟ 35.5 على الشهري. يعني أنا على الشهري أنا بأتكلم، شوف هو الآن ما عند الإغلاق شهري تحت الفيبو، لكن ما ندري باقي كم يوم. يعني شوف كل سهم له قصة على الشهري. ليش أنا قاعد أقول لكم أنا يهمني في كثير من الشركات عشان تكون رؤيتي واضحة، أنا أبغى أشوف الإغلاقات كيف تبغى تتم، لأنه دحين أغلب شارتاتنا على اليومي محطوطة، دحين إحنا نشوف اليومي إيش يقول. لكن إلى الآن أنت عشان ترتاح من العبد اللطيف وتستبعد مبدئيا هذا السيناريو
وتقول والله يمكن يكمل العبد اللطيف ما شاء الله مخترخ ترند هابط أموره طيبة. يعني أنت قاعد تتمنى إنه العبد اللطيف على أقل تقدير يكون فوق 35.5 ومع الوقت يعدي مطب عند 37 90 38 ريال اللي هو هذا المطب. شوف هنا في مطب، لاحظ العبد اللطيف لما جاء اخترقوا رجع كسروا، شوف ما قدر يطلع فوقه، طلع فوقه آخر مرة في نفس شهر 8 في بداية الشهر لما كان راجع من قاع شهر 7 حاول يختبر 38، وقلتها وقتها على المايك أثناء الجلسة إنه ما شاء الله عبد اللطيف عند مقاومة 38 مهمة لازم يعديها، إذا ما عدها ممكن يرجع فيصبح الدعم الاستراتيجي هو 35.5. طلع العبد اللطيف ضربها ما قدر يخترقها فشك القمة، الآن تخشى أن تكون هذه القمة هي أدنى من الأولانية، والآن رجع كسر 35.5. الآن أنا شايل هم العبد اللطيف داخل هذه المسار، شوف داخل هذه الرؤية بدون قبل الإغلاق الشهري حرسم ترند، أنا لأنه الترند هذا حيكون واضح الآن على اليومي من قمة القمة، أخشى إنه هذا الشهر أو الشهر القادم يسحبني العبد اللطيف لاختبار الترند المخترق، يعني في هذه المستويات. وهنا يا ويلو ويا ظلام ليلو، يعني الشيء اللي كنا نرفضه فوق حنرفضه بشكل قاطع، لو كان تحت اختبر فكسر فأغلق شهريا تحت قاع 2014 اللي هو ما بين 29-30 ومنطقة 30-30، يعني هذا الريال حيكون أهم دعم استراتيجي لو حصل السيناريو السيء الآن، يعني إنه السهم يواصل في عملية النزول، دائما حتكون نظرتي إنه نازل يختبر ترند مخترق، وهذا الدعم هو الاستراتيجي الأكبر عندي. يعني أنا ما زلت أقول ممكن العبد اللطيف يرجع فيكمل الموجة فيذهب إلى 61 فيبو في المستقبل اللي هي 52.5 بتخطيه مع الوقت، الـ 38 ثم القمة السابقة في 50 فيبو، هذه كلها ممكن تأهل العبد اللطيف إنه يطلع في المستقبل استراتيجيا فيذهب بهذا الشكل. يعني الشارت الاستراتيجي بيدعم وجهة نظر كبيرة زي كده ما لم يكسر 29-30-30-30. حلو الكلام معايا انت ولا ما انت معايا؟ معك الا معك. طيب الان انا لاحظت ايش قاعد اعطيك تصور، قاعد اعطيك القراءه اللي هي الكبيره اللي هي تعطينا تصور عام عن حركه السهم. طيب الان احنا اليومين دي زي ما انت شايف مضطرين الان نروح نشوف الشارت اليوم، نفتح الشارت اليومي نشوف في شيء، يعني على اليومي أقل حاجة دحين نحن على اليوم قاعدين نتابعها زي المؤشر العام ترند هابط، نعتبر أنه الآن العبد اللطيف من هذه القمة 41.15 شايف؟ هذه 41.15 بسم الله 41.15 هيا شوف أنا إيش بسوي الآن شايف؟ راسم قناة هابطة للعبد اللطيف، شوف أي كيف نتفائل اليومين دي في العبد اللطيف، إنه العبد اللطيف فعلا عكس الاتجاه ما راح يدخل، يعني ممكن ننسى مبدئيا إنه نحن والله حنروح للاختبار هناك تحت، أن يخترق العبد اللطيف إيش عندنا متوسط 50 مع خط الترند الهابط وهي من أهم مقاوماتك الآن خلال اليومين الجاية اللي هي كم تقرأ 36-90-37 ريال على النظرية. فبكرة عشان تستأنس أنت لو كان بكرة في ارتداد عشان تستأنس، أول حاجة إنه العبد اللطيف يوقف فوق 38 في 35.5 ويناظر 36-90-37 ويروح هناك، أنت يفترض أن تتعامل معها بسؤنية. كيف يعني سؤنية؟ يعني انت لو انت غرقان في العبد اللطيف كل ما شفت نفسك قريب 37 خفف الين تتاكد، يعني لا تخلي في السهم الا الشيء اللي يخليك تقول يمكن رجع كسر، انا اتحمل الكسر مره ثانيه يمكن يوديني قاع القناه ويرجع في المستقبل او خليني انفك منه. ال 37 هي اهم محور تعيد العبد اللطيف على اليوم لقوته،
أما حكاية الخمسة وثلاثين ونص هذه يعول عليها في الإغلاق الشهري. وطيب حتى لو قفل فوقها شهرية ممكن يبدأ سبتمبر على الضغط وينزل وانت تقول لسه ما تأكد عندي على الشهري وممكن يوديك عند الثلاثين. فانت عشان تخرج من هذا اللغط كله لازم كم يعدل عبد اللطيف؟ 37 ويغلق فوقها. ولو حصل هذا السلوك بنهاية شهر 8 انا اقول لك العبد اللطيف طالع مو نازل، حيعدي القمة السابقة وحيمشي 100%، هذا السلوك المتوقع. طيب ما حصل اللي حصل، السهم مرتد زي الناس بدأ ينزل. طيب لازم نحدد اليومين دي دعم، لو انكسر أنا دائما تصور أبو محمود اللي قال لي عليه أنه أنا ممكن أروح للثلاثين ثلاثين أو 29-30 منطقة الاختبار، هناك حيكون قائل مهم. لازم أنا أعرف فين حيبدأ هذا السلوك يبدأ يزيد عندي اليومين دي. عندي دعمين، الدعم الأول وهذا هو الأهم عندك الآن اللي أنت تشتغل فيه البكرة اللي هو قاع أمس 33-90، شايف؟ هذا الدعم الأول بينك وبينه كم؟ بينك وبينه 90 هللة. هذا لو كسروا العبد اللطيف بكرة كشف إيش؟ كشف قاع القناة. قاع القناة فين؟ 32. هذا الدعم الثاني. ها ما مدى تحملك لأمور زي كده؟ أنت تقرر. طيب كسر ال 32، الله كشف لنا إيش؟ لو كسر ال 32 كشف لنا متوسط المية على اليومي، وكشف لنا على الشهري اللي نحن شايفينه وحاططين عليها دائرة حمراء ما بين الثلاثين ثلاثين وتسعة وعشرين ثلاثين، وشوف المتوسط كم يقرأ 129-70، يعني جاي في نص المنطقة اللي أنا شرحت لك هي على الشهري اللي هي تعتبر أهم دعم استراتيجي. ناهيك إنه العبد اللطيف على اليومي تارك فجوة. فين تارك الفجوة؟ في قاب، تاركه عند مستويات 29-60 جاي مع متوسط المية. شايف يعني انت دائما لازم تقدم الأسوأ وتتوقع انك حتوصل هناك ما لم تخترق 37 في حال كسر السهم مثلا او بدأ يكسر لك دعم بكرة 33-90. ها اتضحت الصورة بالنسبة لك للعبد اللطيف؟